عليكم وعلى كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النهارده حلقتنا متميزه جدا. حلقتنا النهارده بتتكلم عن سنه فاتت وان شاء الله سنه جايه معاكم ووسطكم. بنات حواء دايما بتقدم كل جديد وكل مفيد للاسره والطفل وخصوصا المراه. معانا النهارده مشرفنا ومشرفني انا شخصيا بجد بجد بشكره جدا على دعمه ووقوفه جنبنا كل السنه دي. الاستاذ محمد رمضان رئيس مجلس اداره جو ميديا الانتاج الفني. لا انا يسعدني وشرفتني اني موجود معاك يا هبه. شرفنا استاذ محمد. الله يخليك. برنامج جميل. برنامج انا من برنامج القريب القلبي مع مجموعه برامج هنقول اسمها في اثناء الحلقه. اولا كل سنه وانتم طيبين. بالظبط كده سنه على البرنامج. سنه بقى لنا بنات حواء موجوده على قناه الصحه والجمال. مشاكل وتعدي وحاجات وتعدي ونجاحات وتعدي واخفاقات وتعدي وحاجات كتير قابلتنا في السنه دي، بس الحمد لله وصلنا للي كنا عايزينه وزياده. سنه مر علينا ناس ومر علينا فقرات ومر علينا شخصيات ومر علينا ضيوف ومر 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 كتير. سنه وحصل تطوير في البرنامج من بدايته لنهايته اكتر من مرحله. الحمد لله. لو عايزه نتكلم عن تفاصيل البرنامج من اول نتكلم. اه طبعا نتكلم وضيوفنا، يعني احنا بنشكر كل ضيوفنا طبعا اللي بنشكر خلال السنه وكنا معاهم وكانوا معانا. البرنامج اول ما بدا في كان 12/12/2018 صح كده؟ تمام. كان ثلاث مذيعات. كان 11/12 11/12 2018. ما برضه الايام بتاعت البرنامج اختلفت. احنا بدأنا كان يوم حد وبعدين بقينا ثلاث وبعدين بقينا لا بدأنا حد 11 الظهر صح كده؟ 10 بدأنا 10 بدأنا 10 الصبح بعدين بقينا 11 وبعد كده اتطورنا شويه بقينا 11 الحمد لله. كان يوم حد الكلام ده كان حد 10 وبعد كده بعدها بفتره بقى حد 11 تمام. بعد كده بقى الثلاث 11 ايوه. بعد كده بقى الثلاث الساعه 4 وبعدين بقينا يوم الخميس الساعه 4. السنه الجديده في تغيير على فكره بس انا كنت مفاجأة. كانت مفاجأة. والسنة الجديدة في تغيير في الميعاد، إن شاء الله يكون في ميعاد أفضل. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن إن شاء الله. إحنا طبعًا يا أستاذ محمد إحنا بنشكرك جدًا جدًا على البيت الصغير اللي حضرتك عامله لنا كبرامج. الله يخليك. وعلى الدعم لينا شخصيًا بنات حواء وباقي البرامج، بجد حضرتك يعني إنسان فوق الرائع. طيب بص محترم. بص عشان ما بعرفش اسمع ذوق جدا الكلام. ما بعرفش اسمع الكلام ده بس انا برضه ما بعرفش اقول ما بعرفش اسمع الكلام ده. بص يا بقى كل سنه طيبه على البرنامج مرور سنه. اول حلقه النهارده حلقه خاصه بمرور سنه البرنامج، احتفاليه جميله. انا بشكر بنات حواء على وجودهم وبتنفيذهم للفكر اللي موجود للبرنامج من جو ميديا، وبنات حواء بيشكر جو ميديا على التعاون اللي موجود كل سنه. مكملين مع بعضينا الفترات الجايه في تطوير مكملين على طول ان شاء الله. وانا ما اقدرش ان انا اكون مع حد تاني غير جو ميديا بصراحه وفريق العمل كله. ده يشرفني يا هبه، واحلى تحيه لفريق بنات حواء كله، خصوصا 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 محمد فؤاد الجندي المجهول في البرنامج رئيس تحرير البرنامج، اللي فعلا يعني حد من اكتر الشخصيات اللي انا شفتها منظمه في شغلها، عارفه بتعمل ايه، شايل البرنامج كويس جدا. مفيش اي حاجه بيعملها الا لما بيستشير وبيسال. لما بيبقى فيه تطوير او فكره في البرنامج بنقعد مع بعضينا نسمع الكلام جدا. علشان كده البرنامج كمل سنه، ودي اهم حاجه خلت البرنامج تكمل سنه. لما بيكون فريق العمل اللي أيوة موجود طبعا. فيه يسال وعايز يطور وبيسال اللي هيساعده وبيسمع الكلام، ده اللي يخلي البرنامج كامل. الحمد لله. هتأخرنا بس على نورانا النهارده وحمد لله على السلامه. معانا الشيف اماني محسن. طبعا بنقول لها حمد لله على سلامتها للحادث اللي حصل في حلقه ما، بس بنشكرها النهارده ان هي كانت معانا وحمد لله على السلامه. وحمد لله على السلامه استاذ كامل اخو الشيف. الحمد لله على السلامة. بجد احنا مبسوطين مع الف سلامة بجد بجد الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على السلامة يا ابونا، انتم منورنا النهارده. مبسوطين جدا والله ان انتم معانا النهارده بجد، وان انتم معانا في يوم مميز زي ده واحتفال بسنة عدت علينا
طبعا كان معانا شيفات كتير، كل التحية لكل الشيفات اللي كانوا معانا، وكل التحية بجد لكل ضيوفنا اللي كانوا معانا على مدار السنة اللي فاتت. وطبعا زي ما عودناكم مع الشيف أماني ان احنا مش هنشتري حاجة من بره، فطبعا هي أصرت النهاردة ان التورتة تعمل لنا التورتة بتاعت عيد ميلاد بنات حواء مخصوص من ايديها، علشان كل بنات حواء يطمنوا ان هم بيعملوا حاجة كويسة في بيتهم، واي مناسبة مع الشيف اماني تبقى جميلة. منورنا الشيف محمد العسل، كل سنة وانت طيبة. البرنامج بتاعك هي قالت جملة، مش هنشتري حاجة من بره، يعني مش هنشتري حاجة من بره. يعني المفروض ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل كل احتياجاتنا في البيت، على الاقل ان احنا بنضمن بس الجودة والنظافة، لان احنا بناكل ولادنا على يعني المبادرة. وفكرتني برضو مبادره، معلش هبه الكلام خدني. طبعا هبه عملت مبادره البيت مشاركه، ايوه مبادره جميله احيك عليها، بدا في تفاعل فيها الحمد لله. هي بتنافسني في عيش، بس مش مشكله. اه ماشي، يعني منافسه شريفه والله. وانا عارف منافسه وحشه. لا انا قلت زي، انا قلت منافسه يعني منافسه. بالتوفيق دايما. البيت مشاركه يا استاذ محمد، يعني احنا الحمد لله اكتر واحد والله في البيت مشاركه. لقينا ناس كتير قوي قالوا لنا ان البيت مشاركه فعلا، انتوا يعني بنشكرونا ان احنا عملنا المبادره دي، وانا اكتر واحد في البيت مشاركه. طيب شفت بقى، يعني بصراحه كوميديا كلها البيت مشاركه. بمجانا في المبادره دي خالص. احنا عايزين مجانا علشان نعرف ان في فعلا مشاركه. اه والله باجي من الشغل بخش انام، اقوم الصبح مش على الشغل، خلاص خلص الموضوع بقى. اقول لك على حاجه، البيت مشاركه بنقول لهم صباح الخير وصباح النور. والله انا هدومي بخش من البيت بقلعها على السفره واخش انام، خلص الموضوع. احنا يعني مش حتى بحط الهدوم في الدولاب، احنا نروح نشوف السفر. نروح نشوف السفر. قول لنا بقى شيف اماني، موضوع الكيكه الجميله دي بالشوكولاته اللي انا بحبها، اللي انا اكلتها الحلقه اللي فاتت، اكلت الشوكولاته كلها من الشيف بصراحه. احنا عاملين الاسبونش جاهز طبعا، عشان الوقت بتاع البرنامج مش هيسمح ان احنا كنا نعمل كل حاجه لايف. تمام. ومجهزينه وجبناه النهارده عشان نشتغل فيه، ولازم على الاقل عشان يطلع كويس زي الشغل بتاع بره، ان احنا على الاقل يعني نعمله قبليها بيوم. بيوم طبعا احنا عاملين حجم كبير، فمش شرط ان هي تعمل كميه كبيره، هتعمل اي حاجه صغيره جدا على قد البيت. يعني 10 بيضات عليهم دي المقادير. مقادير السبونج كيك ده. تمام. 10 بيضات عليهم 200 جرام دقيق و150 جرام سكر. تمام. و50 جرام محسن ونص كيس بيكنج باودر. ده يعمل قد ايه بقى تورتايه؟ قد ايه ده يعمل تورتايه مقاسها 30، اللي هي صينيه 30 سنتي. تمام بس كده، بس على الاقل بس تقعد يوم واحد في الثلاجه. تمام. وبعدين تبدا تشتغل فيها ثاني يوم، هتبقى زيها زي اللي هي بتجيبها من بره بالظبط جاهزه. بس هي القصه ان هي ازاي تسوي كويس في الفرن بتاع البيت، لان مش كل الناس في البيت دلوقتي عندها افران عاليه قوي، حاجات عاديه خالص وبسيطه. القصه بس كلها بتبقى في التسويه. على فكره دي مشكله بتقابل كتير جدا، بتطلع عيون يا استاذ محمد، وبتشوف الفكره واحد طالع فوق واحد بتشوف الفكره على 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 النت، او بتشوف الفكره بتجيب المقادير او من كتيبات او حاجه وتيجي تنفذها. هي بتعمل الطريقه اللي مكتوبه، بس الاختلاف ما بين الفرن والفرن هو اللي بيبوظ. ان شاء الله احنا ده احنا عاملين قناه على اليوتيوب، وهنبدا نشرح فيها بالتفصيل ازاي كل حاجه تستوي في فرن البوتاجاز العادي خالص التقليدي، اللي هو ما فيهوش اي مروحه ولا في اي حاجه اوفر دلوقتي زي الامكانيات العاليه، لان مش كل الناس في البيوت عندها الكلام ده. باذن الله يا جماعه احنا انا والشيف اماني ان شاء الله هنكون معاكم على اليوتيوب. اسمها القناه ان شاء الله ايه؟ بدون ملح. بدون ملح باذن الله، هنوريكم كل حاجه. الاسم ده مش غريب عليا. حضرتك اللي قلت. من غير ملح. من غير ملح. من غير ملح. من غير ملح. صح. الاثنين واحد يا استاذ محمد. معانا اتصال يا استاذ محمد. المهندس محمود وحيد. الو. الو ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا باشمهندس؟ المهندس محمود وحيد، رئيس مؤسسه معانا لانقاذ انسان، نورنا ومشرفنا. ده نوركم، ربنا يكرمكم ويا رب دايما في تالق ونجاح. الله يخليك استاذ محمود، تحياتي ليك وتحياتي لجميع افراد اسره المؤسسه. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم. انا بقى يعني متصل اهنيكم على البرنامج بتاعكم الجميل. الله يخليك. وبجد من البرامج الهادفه واللي يعني انا شخصيا متابعها. شكرا جدا لحضرتك. طيبين وبالتوفيق دايما يا رب. احنا بنشكر حضرتك جدا.
للدور اللي حضرتك بتقدمه تجاه المشردين، اهالينا المشردين اللي في الشارع. بنشكر حضرتك وبنشكرك طبعا على وجودك معانا في حلقه، وتوعدنا ان شاء الله ان حضرتك تكون معانا في حلقه تاني ان شاء الله. ان شاء الله انا تحت امركم في اي وقت، وده شرف كبير ليا وبجد يعني شيء بيسعدني ان انا ابقى معاكم، لان انتم من الناس المحترمه اللي انا بعتز بوجودي معاهم. شكرا جدا. تحياتي ليك باشمهندس محمود، وتحياتي لجميع اسره افراد مؤسسه شكرا ليكم. معنا الانقاذ انسان. شكرا جدا لحضرتك. نكمل بقى. ده ايه يا شيف كده؟ ده الكريم جانتي. ده كريم شانتي شوكولاته، ده اللي بيحطوه في وبيشكلوا بيه. بشوف انا فيديوهات على النت، بتعجبني الحركه دي، بيفضلوا يرصوا الحاجات دي كده ويسووها او يمشوا كده ويرجعوا تاني ويمشوا. ما نعرفش احنا نعمل الحركات دي في البيت يا شيف امان. بس هي المعدات اللي احنا بنستخدمها في البيت لازم تكون فعلا معدات، يعني ده اسمه سباتول. سباتول تمام. ما ده اللي يعمل ده مش اله حاده يعني. مش تمام. ما ملوش آلة فرد. آلة فرد بس مش اكتر. بس ان انا ممكن اعمل بيه اي حاجه زي ما انا عايزها، بس من غير ما يبقى فيه سلاح. من غير ما يبقى فيه سلاح. بس ده فيه منه كل يعني كل الاحجام. ده افضل حاجه اللي هتفرد. طبعا اكيد. بص بقى الحركات يا استاذ. احنا هنشرب بس الكيك الاول الكريمه. الشغل بقى احنا ما بنعرفش. هنشرب الكيك الكريمه. يعني وبعد كده هنبدا نحط الكميات اللي احنا محتاجينها. تمام. يعني بنسد المسام دي بالظبط كده. وفي طبعا ناس بتحب الحاجه مسكره قوي، فممكن تحط سيرب، وافضل يعني يكون عسل نحل ويتخفف بميه مغليه علشان يبقى مفيد بقى، يعني بما اننا بنعمل في البيت. تمام. يعني ما نبقاش غاليين سكر. هو السيرب عباره عن سكر وميه. تمام. اوكي. انا بقى بفضل ان انا دايما ده اعمله يا اما بمربى وميه مغليه وتكون بردت، يا اما شويه عسل نحل وميه مغليه. مكوناته ايه؟ الاسبونج ولا الكريمه؟ الاثنين. احنا قلنا مكونات الاسبونج. الكريمه عباره عن كريم جانتي، بس احنا بس انا بفضل ان هو يكون خام. يكون بدون سكر، لان في ناس كتير ما بتحبش السكر كتير، وفي ناس بتحب سكر كتير. احنا متعودين معاك يا شيف اماني على قله السكر وقله الملح. من غير ملح وغير سكر. هو المفروض القناه من غير سكر ومن غير. المفروض ربع الكريم جانتي الخام بياخد ربع كيلو سكر، بس انا ممكن اقلل السكر شويه لو انا مش حابه. تمام. وبما اني بحط شكلت او انا حطيت صوص شوكولاته على الكريمه، فممكن اقلل السكر شويه عشان ما يبقاش الطعم صعب قوي. تمام. بس كده. لكن في الطبيعي هو المفروض ربع كيلو بياخد ربع كيلو كريم جونتي خام بياخد ربع كيلو سكر. تمام. بس احنا كده شبعنا الكيك كله كده. نحط الزياده اللي هنبدا بقى دي. هنبدا بقى نفرد بقى الكريمه بتاعتنا كلها. بصي في البيت عندنا مشكله الكريمه ان هي ساعات بتسيح، ما بتبقاش زي لازم الميه تبقى لازم الميه تبقى الشوكليت برضو متلجه. ما بعرفش نعمله الشوكليت. صوص الشوكولاته. بصي صوص الشوكولاته عامل ازاي. ايوه. لونه عامل ازاي. ده احنا بقى مش هنعرف نعمله احنا في البيت. الناس كلها بتجيبه جاهز. تمام. هو المفروض شوكولاته خام عاديه خالص، وبندي شويه عسل نحل صغيرين وحته زبده صفراء صغيره وشويه لبن على النار. بس بعد لا مش على النار مباشره، على الحمام البخار بتاع الشوكليت. وبعد كده بمجرد ما تسيح ببدا احط كل اللي انا عايزاه. طيب شفتي بقى التكاتكو دي. الموضوع بسيط خالص وسهل جدا، وكمان احسن واقيم من اللي احنا بنجيبه صوص جاهز من بره. هو برضه هيبقى مش اللي هتعمليه في البيت ما عندكيش المهنيه والصنعه اللي عند المتخصص. اكيد طبعا. بس احنا في برنامجنا يا استاذ محمد. والله هو الموضوع بسيط. بنحاول ان احنا نوصل بالنسبه للشيف بسيط. لا هو الموضوع بسيط لو انا عايزه. لو انا حابه. لو انا عايزه اعمل كل حاجه لنفسي. كل حاجه لها تكايه. ما هو انا بقول والله كل حاجه مظبوطه، فالمفروض ان هم يعملوا مظبوط زي ما احنا بنقول. وبعدين شوف اماني ما استاذ محمد. لا ما هو انا برضو لو انا عملت الحاجه وعملتها مره واثنين وثلاثه خلاص ممارسه ايدي هتظبط. ممكن ست البيت من اول مره فشلت فيها مش هتجربها تاني. بس هي الفكره في لا لا انا بص حب انا فاهم 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 حب الحاجه ان انا بعملها بس بقول ايه الصنايعي في الشيء ده او صاحب المهنه في الشيء ده بيبقى ليه تكة. أيوة معينة. طبعا. هو عارف هنا دي الشيء ده اتظبط. الشيء ده بقى كويس. هقول لحضرتك بقى حاجه اللون ده كده تمام. هي مشكله بس المشكله كلها ان انا اسوي الحاجه مظبوط ازاي. زي ناس كتير بتدي وصفه بيتزا بسبوسه اسبونش بيبوس في الفرن. ليه؟ عشان هي بتسوي فرن بوتاجاز بسيط خالص. حاضر. فازاي تشتغل عليه وازاي تطلع حاجه مظبوطه. ما ينفعش اقول لها حطي البيتزا في الفرن 10 دقايق وهتطلع معاها مظبوطه.
ليه؟ لازم تشيل الصاج اللي تحت وتنزل الشبكه تحت عشان درجه الحراره تبقى عاليه جدا. البسبوسه والبيتزا بيبقوا عايزين درجه حراره عاليه جدا. كل دي تكات الشيف اماني. أيوة. معانا اتصال بقى يا استاذ محمد. قول انت. الو. الو. مساء الفل. مساء الفل استاذ محمد. دي شيماء. مين بقى؟ دي شيماء مدكور. ازيك يا شيماء؟ بيت شيماء. عامله ايه؟ مساء الفل يا هبه. الحمد لله. مساء الفل عليكم. مساء الفل على الهندسه. مساء الفل عليكم كلكم. كل سنه وانت طيبه يا هبه. ودايما وانت طيبه حبيبتي. نجاح وتألق دايما وعقبال سنين كتير جدا مع بنات حواء. ربنا يخليكي. ربنا يبارك فيكي. استنى بس على السلامه على الهوا. احنا بدانا في شهر كام؟ بيت شيماء بدا في شهر كام؟ ايه ده انت في بنات حواء؟ كل واحد جامد. بيت شيماء بدا في شهر كام؟ بدا في 12 برضه. لا مش في 12. لا لا بداتي بعدينا. بعدينا بشهر. استنى لا صح. بعدينا بشهر. صح. كام 12؟ إيه؟ لا هم صح 12. كام 12؟ كام؟ لا هي بدات اول سنه. بدات في 12. لا بدات في 12 والله ما كانت موجود معايا في احتفالات راس السنه. لان احنا يبقى بعديها بقى باسبوع. ثالث حلقه كانت حاجه زي كده. ثالث حلقه كانت يوم راس السنه صح؟ اه بالظبط. يبقى كانت 15 12. تمام بالظبط كده. يبقى الحلقه الجايه بقى لهم سنه. يبقى كل سنه وانت طيبه وكل سنه واحنا طيبين. كل سنه وانت طيبه. عايزه اقول لك بس النهارده حاله النهارده هبه والله مميزه عشان يعني سنه عدت على البرنامج وعشان استاذ محمد اللي منور النهارده الحلقه. الله يخليكي يا هبه. الله يخليكي. تسلمي. ربنا يخليكي. آه شيماء انت والله العظيم البرنامجين من اقرب البرامج لقلبي يعني. كان بيت شيماء او بيت عبده وشيماء. الباش مذيع فين؟ بس الباش مذيع فين؟ الباش مذيع حاضر هجيبه. بس انا بس عايزه اشكرك والله على دعمك لينا سواء لبنات حواء او بيت عبده شيماء ولكل البرامج بتاع حضرتك يعني يا استاذ محمد. فانا بشكرك على الهوا. الله يخليك. وهبه دايما كده ان شاء الله يا حبيبتي في سنين كتير مع بنات حواء واشوفك كده متالقه ومتفوقه. ربنا يخليك يا شيماء. ربنا يخليك. الله يخليك. بقى انده لكم الباش مذيع. الباش مذيع فين؟ ربنا يخليك يا شيماء. بس اتفضل يا باش مذيع. السلام عليكم. ازيك يا باش مذيع؟ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم جميعا. عامل ايه يا عبدو؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. كل سنه والبرنامج بخير. برنامج يكون للافضل دايما. شكرا. شكرا يا عبدو. توجيهات كتيره وبرؤيه فعلا شفناها على مدار السنه. البرنامج اختلف وطلع دايما. وكمان برنامجنا كان ليه برضو ان احنا اختلفنا وطلعنا لفوق بتوجيهات من الاستاذ محمد. فعلا الفكره عليه. هو بتوفيق ربنا. بتوفيق ربنا اولا وبمجهودنا كلنا يا عبد الرحمن والله. حبيبي دايما. وكل سنه وانت طيب برضه يا عبد الرحمن. الحلقه الجايه تقريبا هيبقى بمرور سنه على برنامج بيت شيماء او بيت عبده شيماء بعد التعديل. ان شاء الله. ولينا ولينا قصه. أيوة في الموضوع ده. مش عارف عبده شيماء ده يا عم مشكله ليه؟ لا اصل اقول لك على حاجه. عبد الرحمن انتوا عاملين مشاكل عندكم عندنا برضه. بص يا باش مذيع. بص يا باش مذيع. البرنامج كان بيت شيماء. لقيتك كده جيت فتره انا عايز اخليه. أيوة. بيت عبده وشيما. ما اعرفش كان ايه الموضوع او ايه السبب. ده سر من الاسرار. ايه ده سر من الاسرار بتطلعه عندنا؟ لا ده مش سر من الاسرار. بس استني بس. مش سر. بس مش سر. تمام. فبقول لك طب ليه يعني هو البرنامج بتاع شيما ولا بتاعك؟ ايه سبب تسميه هو مش سر. انا عارف الموضوع بس لو عايز يقول على الهواء قول. قول قول. قول لي قول لي بس. اعترف اعترف اعترف. لسه سر. هنعمل الاعتراف بقى في الحلقه الجايه بتاعتنا. لا 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 انا عايزه الاعتراف ده في حلقتي يا عبد الرحمن. انا عايزه الاعتراف ده دلوقتي. لسه هنعرفكم عشان نشوف بقى ايه بعد السنه. السنه الجديده ان شاء الله نكون داخلين بشكل ثاني ان شاء الله باذن الله. جمهور اكتر باذن الله. ربنا يوفقك. الرؤيه الفنيه طبعا للاستاذ محمد رمضان وهو معانا. الله يخليك. الله يخليك يا عبد الرحمن. تحياتي ليك وتحياتي لبرنامج بيت عبده وشيما. شكرا ليكم جدا. أوه. وشكرا على اتصالكم الجميل. ربنا يوفقكم. بقالهم سنه برضه. شكرا. انا الاثنين اقدم برنامجين. بس انا برنامجين؟ لا بس انا في والله اقدم خط مستقيم. في بس الحمد لله بفضل ربنا. بص خمس في معايا خمس برامج الحمد لله. خمس برامج بقالهم اكتر من سنه. نبقى في اخر الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع لل نرجع تاني للحلويات واجمل تورته مقدمينها النهارده الشيف اماني لجوميديا وبنات حواء. زي ما قلت لحضرتك كده هي بس القصه تسويه. ازاي انت بتعلم صح؟ انت بتدي الخبره بس بتاعتك ازاي مظبوط. يبقى بس انا يبقى انا كده فهمت. هي القصه مش شرط 10 دقائق. يبقى 10 دقائق على اي فرن؟ بالظبط كده. يبقى درجه الحراره او نوع الفرن اللي انا او ازاي. طب ما هنا في مشكله مثلا. هل مثلا من شكل او من لون او من ملمس هي هتعرف انها استوت؟ المفروض
المفروض. السبونج مثلا بيتعرف لما بنحط صابعنا فوق الوش، لو صابعي دي علمت عليه يبقى هو لسه ما استواش. ايه ده كان في خرام، ما احطش ايدي في ما احطش سكينه في نص الاسبونج وابوظه لانه بيهبط. ما ينفعش نحط خلوه او اي حاجه، ولا اي حاجه ولا توسبكس ولا اي حاجه لحد ما احس ان صوابعي بطلت تعلم. حتى الكيك، في ناس كتير جدا بتقول لك الكيك الفرن ما ينفعش تفتح عليه، لا لازم افتح عشان ابدا اغير من مكان لمكان بس بهدوء جدا وبالراحه علشان ما يهبطش. لازم بفتح الفرن بالراحه جدا وبتعامل معاها لان هي حاجه حساسه، ما ينفعش اخبطها او ارزعها او حتى اطلعها وحتى لو انا عايزه اقلبها ما ينفعش اقلبها بسرعه. بالعكس لازم اقلبها بهدوء. حتى الاسبونش ده بتاع التورت والجاتوهات لما بيطلع احنا بنعمله حاجه اسمها كبس بالبلانشه او باي حاجه خشب بنضغط عليه عشان نكبسه عشان يطلع كله سوا واحد زي شغل المحلات بره. تمام. بس هي القصه كلها في التسويه. التسويه بالنسبه للحلو او للحادق. هي الفرق بس، تفرق انا بسوي ازاي بس. تمام. لكن مش اي حاجه تانية غير كده. عايزين نقول لكم حاجه كده. احنا قدمنا في برنامج بنات حواء الاكل بين السوري والمصري، كان اكل سوري واكل مصري وحلو مصري. وحادق واسماك و تقريبا في حاجه تانية وصحي وصحي مع الشيف امين. اكل صحي مع الشيف امين صح. ده بالنسبه للشيف. بالنسبه للحاجات التانيه طبعا تحيه كبيره قوي للزملاء اللي كانوا معايا في بدايه البرنامج عشان ما نقدرش طبعا ننسى يعني كشيف عبير زميلتك في التقديم فاتن فراج انا بتمنى لها كل خير. اذا كان ما كملتش معانا فاحنا مستمرين، فانا بتمنى لها كل خير صديقتي احسن لينا وليها. وبرضو انا كنت اتمنى اكون موجوده النهارده برضو. انا برضو كنت اتمنى بصراحه لكن هي لظروف خاصه ما قدرتش تيجي. احنا كان نفسنا كل الناس اللي كانوا معانا على برضو مدار خلال السنه خلال السنه الجايه برضو ندعوهم تاني ان شاء الله. معانا اتصال. طيب اول ضيفه معانا في السنه اللي فاتت الحاجه فيرا زوجة الفنان احمد راتب. الو اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. حضرتك مشرفانا ومنورانا باتصالك الجميل. تسلمي يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه يا حاجه، دايما كده متعلقين ان شاء الله. الله يخليك. شكرا جدا لحضرتك، وبجد بجد كنا فخورين بحضرتك ان كنت معانا اول حلقه لبرنامج بنات حواء. الله يخليك. على فكره كانت برضو ذكرى المرحوم. ايوه طبعا. هو ذكرى 14/12 يعني بعد بكره. ايوه طبعا. ايوه طبعا. يعني الله يرحمه. الله يخليك. اهلا وسهلا. احنا متشكرين جدا لحضرتك والاتصال حضرتك، بجد بتسعدينا دايما. تسلم. ماما فيرا اهلا بيكي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي ليا يا رب، اديكي الصحه يا رب وطوله العمر. شكرا جدا جدا لاتصال حضرتك يا حاجه فيرا. شكرا جدا. نرجع بقى، كنا بنقول ايه اللي احنا قدمناه على مدار الشيفات. خلاص خلصنا واللي قدمناه على مدار فقرات كان معانا، بس عشان بس ندي كل حد حق. واستاذ محمد الشيف ولاء، الشيف محمد يحيى السوري، ده كان سوري. الشيف احمد حشاد كان معانا، الشيف عبير كانت معانا في البداية. معانا كمان الحلقة اللي فاتت كان معانا شيف جيهان. شيف جيهان. وكل التحية والتقدير لكل الشيفات اللي معانا واللي كانوا معانا، وبنشكرهم جدا على كل الأكلات الجميلة اللي قدموها. كان معانا برضو دكاترة كتير، قدمنا أسنان، قدمنا أطفال، قدمنا روماتيزم، تغذية. كمان وكان في فقرات بقى، كانت ميك اب، ان كانت معلومات ميك اب، فقرات ميك اب، وكان اكسسوار، وكان ملابس، وكان ايه تاني، وكمان كان قدمنا رياضه قدمنا رياضه كاراتيه تقريبا. قدمنا كاراتيه وقدمنا كمان رياضه الجيم في الموسم الاولاني ده تقريبا. داخله في حتتي انا كده. في حته حضرتك. قدمنا كل نماذج المجتمع اللي هي بتخص كل الاسره
وبتفيد كل الاسره وبتفيد بنات حوا، وان شاء الله باذن الله معاكم برضو مستمرين في الحلم اللي احنا بدأناه في بنات حوا ان شاء الله. سنه جديده ان شاء الله وسنه سعيده علينا يا رب. وبمناسبه ان احنا اخر السنه استاذ محمد، بنقول لكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، 2020 ان شاء الله هتكون سعيده عليكم يا رب يا رب، رب. كلكم تتمنوا امنيه. أنا اتمنى امنيه 2019 2019 سنه خاصه بالنسبه لي يا رب. بس كل وان شاء الله باذن الله حصلت في السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله تبقى احسن. هي وأحسن. من اجمل السنوات بالنسبه لي 2019، الحمد لله حققت فيها حاجات كتيره، حققت فيها حاجات كنت بتمناها قدرت احققها. 2020 اكون اقوى وافضل تمام، واتمناها تكون زي 2019 ان شاء الله باذن الله وتبقى احسن يا استاذ محمد ان شاء الله باذن الله. مش هتقول لنا مفاجاه بقى ولا ايه؟ على ايه الميعاد بتاعتنا؟ لا الميعاد خليها في اخر الحلقه. لا لا في تغيير، لا لسه والله، لا في تغيير في الميعاد، في تغيير في الميعاد فعلا في السنه الجديده، بس هيكون في الميعاد ان شاء الله باذن الله. بس نفضل يوم الخميس ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا بنشكركم جدا ان انتوا كنتوا معانا، بجد بتسعدونا قوي قوي بمتابعتكم لينا. واحنا فرحانين قوي قوي النهارده ان احنا معاكم وبنحتفل بيوم زي ده مع كل مشاهدينا. وبنشكر طبعا مشاهدينا كمان يا استاذ محمد في دول يعني خارج مصر، في كل الدول العربيه اللي بيبعتوا لنا على صفحه البرنامج وبيبعتوا لنا اسئله. وبنتمنى بجد بجد ان احنا نكون قدمنا لكم حاجه كويسه، وان شاء الله هنقدم لكم حاجه احسن ان شاء الله باذن الله. نرجع معانا اتصال. طيب معانا اتصال استاذ احمد سلامه. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد سلامه المدير التنفيذي لمؤسسه الساعه للتنميه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل عليكم يا زحمه. وعليكم السلام يا كابتن، ازيك يا فندم؟ الله يخليك. انا النهارده عايز اقول لكم اللي انا يعني سعيد النهارده اللي انا عرفت اخش البرنامج واتكلم معاكم، لان انا متابعين جدا. بنشكرك جدا يا استاذ احمد بجد. لا انا اللي بشكر حضرتك جدا على المعلومات وعلى الحاجات الكويسه اللي حضرتك عرضتيها خلال السنه دي كلها. شكرا. قدرت فعلا تعملي تلاحم الاسره المصريه بشكل جديد. وانا بحييك استاذ هبه على فكره البرنامج وكل قوامين على البرنامج. شكرا كل جدا. كل سنه وانتم طيبين وانتم منورين مصر بعملكم القيمه دي. انا مش هنسى الحلقه الانسانيه اللي حضرتكم عرضتوها دي، قد ايه يعني لمست في كل البيوت، ازاي تشجعوا الناس على العمل الانساني، وازاي تشجعوا البيوت انها ترجع ثاني متلاحمه. دي حاجه فعلا فرحتني جدا جدا باسلوبك المهذب واعلامك الجميل اللي رجعنا الاعلام القديم بتاعنا من ثاني. ربنا يخليك يا استاذ هبه، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك انا طيب. طب قول لنا بالنسبه لمبادره البيت مشاركه، ايه رايك فيها؟ كنت لسه هتكلم حضرتك، والله ربنا يحفظكم. فكره يعني دي فكره بترجع تاني فعلا يعني ايه تلاحم الاسر المصريه، ازاي نرجع ارجع تاني لزوجتي اتعامل معاها بالرحمه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا بيها. ديت انا من خلال مشاركتكم بتمنى ان شاء الله ان احنا نفعلها وتبقى ليها تفاعل على ارض الواقع ان شاء الله. يعني من خلال مؤتمر، وبدعوك يا استاذ هبه يا ريت، ويا ريت ان شاء الله. والاستاذ محمد رمضان برضو معانا ان شاء الله، لان هو ده شيء يسعدني جدا ويشرفني طبعا اكون موجود. ده شرف لينا يا فندم والله ان احنا نفعل المبادره الجميله دي، ان احنا نرجع الاسره المصريه تاني، ونرجع التلاحم الاسره المصريه تاني ترجع تاني بشكلها اللي كان كل الناس تحسدنا عليه. والله هي فكره الاستاذ محمد رمضان. الله يخليك. انا مع عليه. انا بميل لعادات زمان على فكره، يعني جو زمان وعيشه زمان ده انا بميل ليه اصلا اكتر من دلوقتي. يعني انا مش حابب الجو بتاع دلوقتي. انا راجل من ارياف برضك، بحب نرجع تاني لاصولنا، وحضرتك كده صاحب اصل طيب. الله يخليك. نرجع تاني للاصول الطيبه ديت ونفعلها بشكل مبادره، تبقى تاخد بقى صورتها الطبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا استاذ احمد. وفعاليات على ارض الواقع، ونشتغلها ان شاء الله شغل تنفيذي كده على ارض الواقع ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا استاذ احمد. انا وانتم منورين حياتنا وحضرتك الشاشه وحضرتك متالقه، وانا بتشرف ان انا استودعتكم النهارده معاكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا جدا يا استاذ احمد. الله يخليك. شكرا جدا. احنا كنا بنتكلم عن البرنامج، عن البرنامج وعلى الفقرات اللي جت في البرنامج. مين اللي عمل البرنامج دي؟ دي نور ميكس معانا، ان شاء الله هيكونوا معانا برضو هنتكلم. طيب بعد الفاصل هنشوف مين اللي عمل لنا الحاجات الجميله دي. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. استنوا.
رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو على مدار سنه كنا معاكم وكنتوا معانا. كنت محتفظه بالصور دي كلها؟ اه طبعا مدار سنه شغل سنه. ده انا مش محتفظ بصور من امبارح. كل سنه وانت طيبه هبه وبالتوفيق دايما والسنه اللي جايه هتكون اقوى وافضل ان شاء الله. نرحب بس سألت قبل الفيديو على الشغل الجميل اللي اتعمل لنا النهارده. جميله. ومين اللي بيختار الالوان ومين؟ احنا ده اختيار على فكره. والله اللون الاصفر الاحمر الابيض كان اختياري صح؟ كل سنه وانتم طيبين. معانا النهارده اللي عاملين لنا الشو الجميل لعيد ميلاد برنامج بنات حواء شركه ميكس وهيثم عرفان الاستاذ حسنين احمد والاستاذ هيثم عرفان. اهلا وسهلا. منورنا ومشرفنا النهارده ومبسوطين ان انتم كنتوا معانا النهارده في عيد ميلاد البرنامج. تسلمي يا رب. بما ان شغلكم اساسا كله عيد ميلاد وافراح. هو كله احتفالات. كله افراح. طيب هو كل سنه موضه؟ خليني بس انا عايز اسال كم سؤال مهم. سؤال مهم. هو كل سنه موضه؟ يعني في موضه؟ طب الموضه السنه دي ايه؟ على حسب انت قصدك ايه الالوان يعني الالوان؟ هل الوان او اشكال؟ بص على حسب هنتكلم في ايه؟ نتكلم في كوش ولا والانترنس ولا الديكورات ولا شكل طرابيزات ولا شكل كراسي ولا شكل الفستان بتاع العروسه؟ حاجات كتير يعني جدا. شكل فستان العروسه؟ امال ايه؟ على حسب الديكور بيبقى على حسب يعني ايه شكل فستان العروسه؟ يعني يمشي مع فستان العروسه. بص في هتلاقي في ايام في ناس حابه مثلا نفترض انا عايز اعمل اوبن اير مثلا فرح اوبن اير على البحر، هل شكل فستان زي الفستان في مكان مكيف؟ لا مكيف مختلف خالص. طيب اللي بيختلف من سنه لسنه الالوان طيب ولا كل مناسبه لها الوان؟ تقدر تقول ان كل عريس وعروس عنده موطه شخصيه. يعني ممكن يبقى شخص ماشي مع الترند وحد لا عنده جو شكل مختلف لونه مختلف. بس اغلب الناس بتبقى ماشيه مثلا اغلب الناس بتبقى ماشيه على قصه الترند. يعني مثلا دلوقتي السنه دي مثلا تحب الفستان يعني الواسع شويه الكبير في فيو كده معين. كل سنه بقى ليها يعني موضه شغل معين موضه معينه. حتى شكل حضرتك عرفنا بنفسك الاول. طيب انا اسمي هيثم عرفان متخصص في المانجمنت والسيلز والماركتنج في قاعه الافراح. طيب وبس عشان كده هو ده داخل في في الافراح. لكن احنا متخصصين في الالوان كويدنج بيزنس مثلا تقول لك انا عايزه الالوان دي لا انا مش عايزه الالوان دي. احنا متخصصين احنا نتحمل كل الصداع ده عشان احنا ننفذ لهم حلمهم. طب هو الفرح عباره عن ايه؟ حلم يوم مميز لازم العروسه والعريس يكون لازم يعيشوا على كل حاجه لازم يعيشوا. طب افرض في مره مثلا عروسه جات لك وعملت كل الشو كله لا اصل اللون ده مش عاجبني وسابت الفرح بتحصل زي اللي في فيلم حصل كده. يعني ايه تسيب الفرح وتمشي؟ يعني عشان لا ده عادي عادي. بص حصل في فيلم والله كل شيء ممكن يحصل. سابت الفرح ومشي. بس طبعا احنا بنحاول نهندل كل حاجه بنحاول طبعا. لا سابت لك تسيب الفرح وتمشي. لا مش هتمشي يعني. ايوه مش عاجبني يعني اللي هو تاخد على نفسها. لكن بتنسقوا كل حاجه مع بنحاول احنا اعتبر زي كوردينيشن بين كل الجوانب دي كلها. تمام. استاذ احمد استاذ حسين حسنين سوري عرفنا بقى الشو اللي انتوا بتعملوه في اعياد الميلاد والحاجات دي. بالنسبه لاعياد الميلاد احنا عندنا كذا تخصص. يعني احنا مثلا بنعمل اعياد ميلاد مثلا ممكن في مكان مغلق وفي بعض الاماكن بتبقى في اماكن اوبن اير. تمام. بيبقى الموضوع معانا من A to Z تنظيم كامل. عندنا برضو كاترينج وديكوريشن ودي جي كل ما يخص حاجات عيد الميلاد. يعني انا عندي عيد ميلاد اجي اقول لك من الالف لياء زي ما بيقولوا تيجي تخلص لي كل الالوان والحاجات دي كلها على حسب المكان. عرايس بقى في عرايس في فقره الساحل في فقره الارجوز في ديكوريشن. والديكوريشن انواع. في حد مثلا يعني انا في الديكوريشن في عندي حاجات ارشات بالون وانترس مداخل وفي ستاندات زي اللي موجوده كده في الخلف. بس وفي حاجات كده في السقف برضو خاصه بالديكوريشن. بس في بقى بوابات وحاجات في بوابات ارج بالون. غريبه قوي. انت بتاخد الحفله من اولها لاخرها بالظبط كده. بتكلف كذا خلاص بتتفق مع البادجت وبعد كده خلاص انت كل شيء ان كان ديكور او دي جي فقرات هتستخدمه في الاحتفال انت مسؤول عنه. بالظبط حتى الكاترين كمان. طيب ايه. طيب بعد اذنكم بس معانا اتصال. اتصال. الو الو اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. مين معايا؟ انا حبيت اقول لك كل سنه وانت طيبه على عشان عيد ميلاد ابنك
انا بقول لك كل سنه طيبه عشان عيد ميلاد البرنامج. يا حبيب قلبي وانت اسمه ايه؟ طيب اسمه ايه؟ يوسف. يوسف. طب ازيك يا يوسف؟ ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت بمناسبه السنه الجديده وانت طيب. عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله يوسف. حبيبي يوسف. ربنا يخليك ليا. الله يخليك. يوسف اللي رسم لحضرتك الصوره جو ميديا وحضرتك حطيتها على بعد ما بعتت لي عرفت ان هو. اه كل سنه وانت طيب يا يوسف. وانت طيب يا عم. وميرسي جدا على الهديه الجميله اللي انت بعتها لي. شكرا. حبيب. شكرا يا حبيب قلبي. ربنا يخليك لي يا رب. شكرا ليك. ربنا يخليه لك. ربنا يخليك. نرجع تاني للحاجات اللي انتوا بتقدموها. طيب هو 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 اللي انا فهمته هو مثلا بيقول لك احنا عندي عيد ميلاد يقول لك بيقترح عليه بعض الـ 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 الشو او بعض الحاجات بالزبط. يبدا يختار منها. يبدا يتفق على الـ على الـ على البادجت اللي مطلوب ويبدا ينفذ ده من اي تو زد. بالظبط. تمام. هل كل عيد ميلاد مثلا بيبقى شبه التاني ولا في اختلافات بتبقى جذريه ولا في ثوابت في الموضوع؟ لا بيبقى مختلف على حسب برضو الكلاينت هو عايز ايه. مختلف. بس في حد مثلا بيبقى عايز مثلا يعمل كديكوريشن اقوى شويه والديزاين بتاعه مختلف. ممكن هو جاب لنا مثلا بعض الديزاين هو حابب يعمل الشكل دوت تنفذه. اه بننفذه. تنفذه كل ما يخص الديكوريشن وعيد. طب الفرق ايه ما بين الافراح بقى وعيد الميلاد ولا اللي يعتبر الشيء واحد مع اختلاف الشو؟ عالم تاني خالص. عالم تاني. الاغاني بتاعت عيد الميلاد مش مشكله. الاغاني ديكورات مختلفه. ديكورات مختلفه. الشكل التورته مختلفه. حجمها مختلف. كل حاجه مختلفه تجربة. بس نفس الخطوات. حتى نفس عدد الاشخاص بتختلف. يعني الايفنت بتاع عيد الميلاد يعني سهل بسيط زي ما انت قلت كده. نكمل مش معقد قوي زي فكره انك تعمل فول ايفنت يعني. طيب نكمل موضوع الايفنت ده. هنطلع فاصل ونرجع تاني. اوكي ناخد فاصل. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والبرنامج طيب وكل سنه وقناه الصحه والجمال طيبه. سنه سعيده علينا وسنه سعيده عليكم وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل بكتير. خلصت حلقتنا وخلص الاحتفال بتاعنا. يا رب السنه الجايه تكون افضل بكتير. شكرا يا هبه على المجهود اللي انت قدمتيه في البرنامج خلال سنه. وبشكر ضيوفنا اللي كانوا موجودين معانا في الحلقه وبشكر الشيف. واستنونا ان شاء الله باذن الله. احنا لسه ما خلصناش يا استاذ محمد. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا وبنحب نقدم لحضرتك تكريم لكل فريق عمل جو ميديا. شكرا. نشكر حضرتك. شكراً. جدا. تسلم يا هبه. ربنا يخليكي وميرسي جدا جدا جدا. وكل سنه وانت طيبه وكل سنه وبنات حواء طيب. بحضرتك. واستنونا والسنه الجايه هيكون افضل بكتير.